حدث صار عنده سنين، هو زاد كان في بالنا به من الأول اللي هو مجرد حادث قبل ما يظهر، هو زاد اللي موضوع يتعلق بجريمة، أما المرة هذه جريمة لإخفاء التلاعب في صفقة كبيرة. على شنو نحكيه بالضبط؟ شوفوا معايا هذه الصور. الصور هذه ترجع للقاطرة، قاطرة متاع نقل الفوسفات. شفتوها هذه؟ هذه القاطرة وهي محروقة. تحرقت قاطرة الفوسفات هذه في ماي 2020. شفتوها كيفاش؟ ما يغركمش وضعيتها هكا، تظهر كومة من الفراي. القاطرة هذه تسوى برشا فلوس، تسوى مليارات. سيتبين مبدئيا أنه اللي صار لها مش حادث متاع معناها حادث أدى إلى أنه تحترق، وإنما حادث إجرامي أو حادث إجرامي. شوفوا معايا مليح في علاقة بشنو ينجم يكون صار هالحادث. الحقائق الأربعة تحصل على الصفقة اللي تعملت بها القاطرة هذه وقاطرات أخرى. صفقة فيها قرابة 10 مليون أورو، يعني نحكيه على قرابة 35 مليار توانسة. 35 مليار تشريت بهم قاطرات وأشياء أخرى. القاطرة اللي كنتوا تشوفوا فيها هذيك تشعل، شفتوها قديش تسوى هيك اللي عليها الدورة هذيك؟ تسوى 1200 مليون أورو، يعني قرابة 4 مليارات توانسة. هذيك اللي شعلت فيها النار. وعليش شعلت فيها النار؟ خاطر باش نكتشفوا أنها كان فيها جملة من الإخلالات، وهالإخلالات خلت بحث يتعمل في هذه القاطرة. يا أخي فجأة شعلت فيها نار، وربما تكون طريقة للتخلص من أدوات إثبات متاع صفقة فساد.